يا هلا فيكم في ترند. تصدر واسم البحرين والإمارات أخوة توب ترند في تويتر، وذلك من عقب زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمملكة البحرين. رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين عبروا عن سعادتهم بهذه الزيارة بآلاف التغريدات. نتابع. تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي من مختلف دول العالم مع حالة الولادة النادرة اللي تتكرر مرة واحدة بين حوالي 200 مليون ولادة حول العالم، بعد ما أنجبت أمريكية 3 توائم فتيات متطابقين تماماً في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، وأشرف فريق من الأطباء المتخصصين على عملية ولادة الفتيات من عقب حمل استمر 34 أسبوع وخمسة أيام، وبلغ وزن كل واحدة منهم 2.5 كيلوغرام. وجميعهم بصحة جيدة، وتقول أمهم أقدر أميزهم من خلال طلاء الأظافر، وخصصت حق كل واحدة منهم لون. تحولت الكلبة سيكريت إلى ظاهرة مثيرة على الإنترنت من بعد إبداعها في رسم لوحة فنية لنبتة تشبه عباد الشمس، وانتشر الفيديو للكلبة سيكريت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد مقطعها 16 مليون مشاهدة. الجميل في الموضوع أن اللوحة تحمل توقيع ببصمة مخلبها، وقالت مالكتها الأمريكية ماري: أنا فخورة جدا فيها، لقد رسمت سيكريت نبتة عباد الشمس أو ربما أقحوانا، مضيفة أنهم استمتعوا كثيرا بالعمل على رسم اللوحة. قدر مجموعة من فاعلي الخير إنقاذ حوت طوله 20 قدم عقب ما جنح على أحد شواطئ ولاية ألاسكا واستقر على الصخور من عقب انحسار المد، وقاموا برش الماء عليه عشان يجدد نشاطه وحيويته ويتخلص من حالة الإعياء اللي صادته من بعد خروجه من الماء. وحاول الفريق إبعاده عن الطيور الجارحة اللي حامت حوله ويحاولون التهامه. عملية الإنقاذ استمرت أكثر من 6 ساعات تقريباً، ولله الحمد قدروا ينزلونه إلى المحيط بكل سلامة. تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي وبالتحديد محبين الأحياء البحرية وفاعلي الخير مع هالخبر، وكثرة التعليقات على هذا الحوت اللي كانوا يتمنون أنهم يكونون مشاركين مع هذا الفريق الخيري لإنقاذه. تفاعل محبي السفر من حول العالم مع مجموعة صور منتشرة لمنزل قالوا عنه أكثر منزل معزول في العالم في جزيرة إليدي في أيسلندا، واعتبره البعض منزل أحلامهم. تم بناء المنزل في ثلاثينيات القرن العشرين من قبل 5 عائلات استقرت في الجزيرة بشكل دائم وعاشت على صيد الطيور والأسماك، وإلى اليوم ما حد يعرف عنه معلومات عن هذه العائلات. واليوم صيادي الأسماك يستخدمون هذا المنزل في رحلاتهم للصيد، ويقدر أي شخص يروح للجزيرة ويقعد في هالبيت. وبهالخبر مشاهدينا نكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، وقبل لا أودعكم أدعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون برنامج ترند وباقة برامجنا عبر تطبيق بي إتش تي في إن راديو. مع السلامة.